Hello everyone, this is me إسراء حسان, Science and English teacher. أهلا بيكم يا Junior 5. طبعا الوزارة عندنا منزلة نموذجين استرشاديين لشكل أو نموذج لمنهج لامتحان مادة الساينس. طبعا النموذجين دول إحنا هنحلهم مع بعض ببساطة ونشوف ورقة الامتحان بتاعتنا هيكون الفورم بتاعها أو شكلها هيكون عامل إزاي. طب تعالوا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عندي 3 questions, 3 اسئله, كل سؤال بيكون A و B. بيقول لي هنا question number 1, choose the correct answer. بيقول لي هنا photosynthesis process takes place inside. هتحصل فين يا ميس الفوتوسينثيسيس بروسيس؟ هتحصل يا ميس في الروتس ولا الستيمز ولا الليفز ولا الفلاورز؟ لا يا ميس, طبعا هتحصل في الليفز. اللي طيب number 2, the food chain always starts with. هي اي food chain يا ميس هتبتدي بايه؟ هتبتدي بالproducer ولا الconsumers ولا decomposers ولا predators؟ قال لي طبعا producers, لانه يا ميس هو اللي بيقدر يعمل الفود بتاعه بنفسه من خلال الايه, الفوتوسينثيسيس بروسيس. number 3, the particles are packed tightly with each other. يعني يا ميس البارتيكل بتكون جنب بعضها, ده في انه حاجه يا ميس, في الوادر ولا الايرون ولا الاكسجين ولا all the previous؟ قال لي يا ميس طبعا ده بيحصل في السوليد. طب مين السوليد عندي هنا؟ الايرون. number 4, the measuring unit of mass is. الماس يا ميس الميجرنج يونت بتاعته ايه؟ تفتكروا الليتر ولا الجرام ولا سنتيمتر ولا المليليتر؟ طبعا الجرام. بيقول لي هنا form the food chain by using the following organisms. كوني لي food chain. عطيني هنا small fish, sea birds, bacteria, microorganism. قال لي طب هو انا هقول ان انا ممكن ابتدي بالمايكروorganism عشان هي البروديوسر, ممكن كمان يا ميس ابتدي بالايه, بالبكتيريا, لان البكتيريا بعتبرها بردك مايكرو اي اورجانيزم. طب يبقى انا عندي هبتدي بالمايكرو اورجانيزم والبكتيريا. مين اللي هيعمل فيدون عليهم؟ السمول فيش. طب مين اللي هيعمل فيدون على السمول فيش؟ السي بيردز. قال لي طيب question number 2, بيقول لي put true or false in front of the statement and correct. خلي بالنا من كلمة correct, ان انا يا ميس لازم ان انا ايه, لازم اصحح الستيتمنت. يعني لو في اي حاجة فيها wrong او فيها اي مشكلة لازم يا ميس ان انا ايه, اصححها. قال لي طيب بيقول لي هنا the transport system of plants does the same function of circulatory system in human. طبعا يا ميس true, transport system اللي موجود في البلانت بيأدي نفس الوظيفة اللي بيعملها مين؟ اللي بيعملها circulatory system في الايه, في الهيومن. number 2, habitat loss is one of the main causes extinction. طبعا يعني لما بيبقى يحصل destroy للhabitat بتاع living organism ده هيخلي يحصل ايه, extinction. قال لي number 3, the roof of desert home is similar to rainforest home. الاثنين زي بعض. الديزرت يا ميس كانت من strongest stones, لكن يا ميس الrainforest كان موجود من ايه, من الستيك والايه والليفز. هل الاثنين زي بعض؟ قال لي طبعا يا ميس هعمل كروس يعني فولس, وطبعا هصحح كلمة similar be differ اللي هي مختلفين. قال لي هنا number 4, the matter change from one state to another by increasing or decreasing temperature. هو انا يمس المادر هتتحول من شكل لشكل لما اغير في التمبريتشر. طبعا يمس انا لو عندي حاجه سوليد وعملت increase للتمبريتشر هتتحول لليكويد. طب الليكويد يمس لو انا عملت decrease للتمبريتشر هتتحول لسوليد, يبقى يمس true. بيقول لي هنا what are the main parts of plant, ايه هي اهم البارتس بتاعت البلانت؟ عندي يا ميس الروتس, عندي الستيم, عندي الليفز, عندي الفلاور, عندي السيد. ممكن كمان يا ميس اقول لو عايز اقول الفانكشن هتبقى حاجه زياده من عندي, يعني اهميه كل حاجه من دول. question number 3, بيقول لي complete the following statements by using the following words. عندي phloem, عندي bacteria fungi, عندي measuring tape, عندي melts, عندي balance, عندي evaporates. بيقول لي هنا number 1, example of decomposers. مين ال decomposers يا ميس؟ اديني example من ال decomposer. عندي يا ميس البكتيريا and the fungi. number 2, transports, هو اللي بينقل glucose from the leaves to other parts of plants. مين؟ phloem. طبعا اتعلم الحاجه اللي اختارها اعمل عليها line. بيقول لي طيب هنا number 3, when ice it will change from solid state to liquid when ice melt. طيب بيقول لي هنا number 4, when we can measure the lenses of classroom by using measuring tape. انا يا ميس بستخدم اللينجز او الميجرنج تيب سوري عشان اعمل ميجر لمين؟ الكلاس روم بتاعي. قال لي طيب
بيقول لي هنا what's the reason for coral bleaching. يعني ايه اصلا coral bleaching؟ يعني يا ميسي coral reef it change into white color او بيحصل لها دوي بتموت. طب ليه يا ميسي؟ اديني example. بقول له هنا when the temperature of water increases all the living organisms which live in coral move to another place or die. يعني يا ميسي ال living organism اللي عايشة في الكورال ليف هي بتعيش في ال cold water. أول ما ال temperature بيحصل لها increase بتاعت ال water بيحصل لل living organism دي ايه؟ بيحصل لها يا ميسي ان هي بيحصل لها move، بتتنقل من مكان للتاني أو بتموت. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ ال coral reef يا ميسي turn into ايه؟ turns into white، هتتحول ل white أو هيحصل لها die، هتموت. قال لي طيب تعالوا مع بعض نشوف ايه الموديل نمبر 2. بيقول لي هنا بسم الله الرحمن الرحيم choose the correct answer is form non-living part of ecosystem. non-living يعني يا ميس حاجة مش بتقدر تعمل move، مش بتقدر تعمل breathe، مش بتقدر تعمل feed، مش بتاكل. قال لي طب مين؟ الفونجي ولا البلانت ولا السويل ولا الجراسهوبر؟ طبعا يا ميس السويل. قال لي طيب نمبر 2 بيقول لي هنا line is form. line ده يعني form من ايه؟ من ال producer ولا grass eater ولا meat eater ولا decomposers؟ لا يا ميس خلي بالك line ده يعني meat eater، يعني بيعمل feed على الميت. قال لي طيب نمبر 3 from an example of matter that attract to the magnet. مين اللي هيحصل له attract للماجنت؟ الكورك ولا الايرن ولا الوود ولا البلاستيك؟ قال لي يا ميس الايرن. قال لي طيب نمبر 4 the measuring unit of volume سنتيمتر ولا يا ميس جرام ولا كيوبيك سنتيمتر ولا الكيلوجرام؟ طبعا يا ميس الميجرنج يونت بتاعه الفوليوم انا عاد الليتر والمليليتر والكيوبيك سنتيمتر. بيقول لي هنا form the food chain by using the following organism. كوني لي كده الفود تشين دي. عندي يا ميس الجراس وعندي الرات وعندي الهوك وعندي السنيك. طبعا انا اي يا ميس فود التشين ستارت بمين؟ بالجراس اللي هو البروديوسر. قال لي طيب بعد كده يا ميس الرات، عشان الرات ده يا ميس هيبقى هيكون يا ميس ايه الرات؟ هيكون يا ميس عندي دوت هيكون كونسيومر تمام او فيرست كونسيومر، والسنيك سكندري كونسيومر، وعندي الهوك يا ميس هيكون تيرشري او فاينل ايه كونسومرز، هو اخر واحد في الايه في الفود تشين عندي دي. قال لي طيب بيقول لي هنا في questions number 2 بيقول لي put true in front of the correct statement and false in the wrong one. تمام وبيقول لي برضه خلي بالنا هنا بيقول لي correct يعني يا ميس عايزني اصحح. تمام قال لي طيب بيقول لي هنا the plants make their own food by respiration. طبعا يا ميس فولز. طب البلانت يا ميس بيعمل الفود بتاعه عن طريق الايه؟ الفوتوسينثيسيس بروسيس. نمبر 2 decomposers have not a role in ecosystem. الديكومبوزر ملهاش اي رول. طبعا يا ميس فولز. هعمل كروس لمين؟ لهاف سوري نوت. نمبر 3 the atmosphere is a mixture of many gases. طبعا يا ميس الاتموسفير عباره عن ميكتشر من الغازات النيتروجين والاكسجين والكربون دايوكسيد. Number 4 glass is transparent material used to in making glass making eye glass. طبعا يا ميس الجلاس او الازاز انا بستخدمه عشان اعمل الاي جلاس اللي هي النضارات، يبقى ميس ترو. بيقول لي هنا mention two methods of seed dispersal يعني طرق لانتشار السيد. اول حاجه يا ميس انا ممكن اقول by wind ودي example زي مين؟ زي الميبل سيد، وممكن اقول كمان by water like coconut. قال لي طيب بيقول لي هنا question number 3 بيقول لي complete the following statement. طبعا هو عطيني words هنا انا هستخدم. بيقول لي number 1 when a drought occurs in a lake it causes an ecosystem. ايه اللي هيحصل يا ميس لو انا حصل drought او جفاف في الايكو سيستم بتاعي؟ هيحصل يا ميس imbalance يعني يا ميس الايكو سيستم بتاعي مش متوازن. طب number 2 بيقول لي the get the energy from sunlight. مين اللي بياخد الانرجي من السانلايت؟ موديل ولا الفيزيكال ولا الكيميكال ولا البروديوسر ولا الديكومبوزر؟ طبعا يا ميس البروديوسر. number 3 iron rust and burning reactions are form. الايرن رست والبرنينج يا ميس رياكشن طالما بيدوني new substance او مواد جديده فاقول عليها chemical change. number 4 is a copy that is similar to real things to show what it looks like or where like.
ده يا ميس بيكون الموديل. انا بجيب حاجه شبه الحاجه الريل الحقيقيه عشان اقدر ان انا ايه تو ستادي ذا ساينتفك كونسبتس او اسهل عمليه دراسه الايه المفاهيم العلميه. بيقول لي هنا ذا لاست ثينج اخر حاجه وات ار ذا ريزن اوف لوزينج هابيت. قولي لي كده ايه الحاجات الاساسيه اللي هتخليني الهابيت او الهوم يبقى مش موجود. هقول له يا ميس ان انا عندي الكلايمت تشينج. ايه كمان يا ميس؟ عندي يا ميس الهيومن اكتيفيتيز. زي ايه يا ميس الهيومن اكتيفيتيز او الهيومن بيعمل ايه؟ بيعمل يا ميس ووتر بلوشن اوفر فيشنج او البلوشن عامه. وكده نكون ان احنا حلينا تو موديل اللي منزلاه من الوزاره، واتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، وان شاء الله الامتحان هيكون سهل ما تقلقوش، واشوفكم على خير. باي.